31/12/2012 عناصر من استخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي عثرت على خضروات إسرائيلية من نوع الفليفل الصفراء بعد بلاغ من أحد الزبائن. 1/1/2013 نشرت جريدة الديلي ستار خبراً عنوانه خضروات إسرائيلية في متجر في جنوبي لبنان، وفي المقال ذكر أن تحريفاً يدوياً أدخل على الرمز الدولي للبضائع الإسرائيلية المطبوع على الأكياس. 2/1/2013 ذهبنا إلى سبينس مركز الجناح بغية استضاح الإدارة عن قضية البضائع الإسرائيلية، وعرجنا قبل ذلك على قسم الخضروات وكانت المفاجأة. 1/1/2013 الإسرائيلية التي صودرت قبل يومين من فرع صيدا ما زالت في فروع سبينس، فعمدنا إلى شرائها ودفعنا 8,000 ليرة لبنانية وتوجهنا إلى الإدارة. هذه البضاعة نحن شرينا من هولندا من شركة اسمها روفيك. هذا طلب الشراء كابسيكوم ميكس اللي هي الفليفلة، محطوط عليها المصدر إسبانيا ونحن طالبين 8 كرتين من إسبانيا. وبالفاتوره اللي بتجي ب 27/12 بتطلع من هولندا، هي هذه الشركه هولنديه بس البضاعه اسبانيه، فجيبوا لنا اياها حسب الفاتوره حاطين انه هذه البضاعه اسبانيه كابسيكوم ميكس 8 كيلو، وهذا البيان ايصال الشحن تبعها، وهذا البيان الجمركي تبعها. حتى على الكيس من برا تبع البضاعه مكتوب عليها العلم الاسباني وعلم الاتحاد الاوروبي، كان في عليها مكتوب مزبوط صحيح، كان في عليها ستيكر من برا نحن ما انتبهنا له حتى ولا بالجمارك انتبهوا له، وهذا شيء نحن ما بنقبله ابدا. بنتفاجئ كمان اليوم بعدها موجوده عندكم بفرع جناح اللي هي فليفله. نحن طلبنا البضاعه تنشال من كل فروعها، ويمكن صار في اهمال من الموظفين على ليله الاعياد وما نشال هذا الكيس بعدم انتباه منه. ونحن من اول الناس اللي ما بنقبل بالبضاعه الاسرائيليه تنباع، وكثير بصادف شحنات بيجي فيها نحن دائما نتعامل معها بالطريقه المناسبه بنبلغ عنها. خليهم الاسبان هذول ما راح فيهم، هود مبينين كانهم هم اللي يعني على هذا الموضوع اللي هو وكما هو واجب علينا اتصلنا بمديرية حماية المستهلك للإبلاغ والوقوف على سبب الإهمال في الرقابة. بعد شرح كامل لرئيس مديرية حماية المستهلك فؤاد فليفل الذي لم يكن مطلعا على القضية أصلا، وبعد نقاش مطول أكدنا له أننا اشترينا آنفا منتجا إسرائيليا. مخابرات الجيش تبعت الموضوع، تفيقة تبقى أنه أنا هلأ عم بعطيك بلاغ كصحفية وكمواطنة بتصل بحماية المستهلك، أي ساعة بيجي عندك؟ وافق على مقابلتنا في المكتب، إلا أن ذلك لم يحدث إذ تراجع عن مقابلتنا حين ذهبنا إلى مكتبه في وزارة الاقتصاد بذريعة أنه لم يكن على علم بما يجري إلا عندما أبلغناه إياه. عمالة البشر كعمالة الخضر أصبحت وجهة نظر في بلد بات كل شيء فيه يمر مرور الكرام.